عليكم، انا يوسف مشهور، هكون معاكم في فقره تحليليه عن مباريات كره القدم. وهنبدا بيها النهارده بمباراه النادي الاهلي والترسانه اللي خلصت بفوز النادي الاهلي 3-2 على مباراه الترسانه. يلعبها بقدم اليسرى، وادي سويرف، وادي الراسيه، ادي الهدف من بدري جدا، الهدف الاول. يا سلام، حلوه 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 حلوه. وشريف، شريف بيسجل هدف التعادل. الاهلي بيلعب بطريقه المطر 4-2-3-1. في حراسة المرمى كان علي لطفي، قدامه أحمد علاء ومحمود الجزار وصابر الرحيل وأكرم توفيق، وفي وسط الملعب كان بيلعب هشام محمد وكريم ماجد، ومؤمن زكريا كجناح ومحمد شايف، وأحمد حمدي كان صانع ألعاب، والهجوم كان المهاجم أحمد ياسر ريان. كانت في أخطاء للنادي الأهلي زي إيه؟ زي الهدف الأول، كان في خطأ من أكرم توفيق، هما كانوا يعني خطأ كبير. هما لما كان بيعمل كروس أكرم توفيق ما عملش الجامب، فإدى ارتياحية لمهاجم نادي الترسانة إن هو يسجل الهدف ده. غير خطأ تاني للحارس علي لطفي، إن هو أصلا اتردد في خروجه من المرمى، هو كان المفروض يا إما يعمل دور الليبرو يديها البوكس أو يمسكها عشان يريح كل خط ظهره. كل ما تسأل ازاي ليه الهدف بتاع ترسانة جه مبكرا كده في الدقيقة الرابعة، وما كانش فيه انسجام وتأقلم ما بين اللعيبة، ده سبب دخول الهدف الأول في الدقيقة الرابعة. فبدأ اللعيبة تتأقلم مع بعض ويلعبوا بروح الفانيلة الحمراء، فهم بدأوا يتأقلموا ويلعبوا الكرة من رجل لرجل عشان يعرفوا يلعبوا في الملعب. فقدروا ان هما قدروا ان الأهلي يخرج بعد الشوط الأول بتعادل 1-1، وده كانت نتيجة جيدة جدا للنادي الأهلي. تعالوا معايا نشرح الهدف التاني. هنا لعبها محمد شريف، خدها شروق، اهو عمل له شروق، رجع التاني هو خدها محمد شريف صراحة عشان كان في تأقلم ما بين اللعيبة زي ما قلت لكم. اهو اللعيبة بدأت تلعب من الكرة من رجل لرجل، وبدأوا يفتحوا لبعض، وبدأوا يهاجموا مع بعض، وبدأوا يلعبوا بروح الفنانة الحمراء. بدأ الشوط التاني، والشوط الأول كان خلصان محلها. بدأ النادي الأهلي يهاجم زي ما كله كان متوقع. الأهلي بدأ يهاجم 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 لحد ما فجأة بالكرة طولية من لعيبة نادي الترسانة راحت قدام، فهو كان المفروض صابر الرحيل يغطي الكرة، لكن استغلها لاعب نادي الترسانة. هو المفروض صابر الرحيل كان يضغط عليه أو يحاول يشتتها يطلع الكرة من قبل ما تعمل بند في الأرض، فهو لم يكن خرجها، هو ما كانش هيبقى فيه خطوره او الهدف ليه. حتى ان جاء هدف محمد شريف من اسيست، لا ولا اجمل ولا اروع من اللاعب احمد ياسر ريان، راحت لمحمد شريف فلقى كل السهوله في ان هو يسجل الكره في الجول. احمد الشيخ عمل كهربا في الماتش، غير سيناريو الماتش خالص، عمل كان فعال جدا في المباراه، ده غير انه سجل الهدف في 8 دقايق بس. سجل الهدف الثالث للنادي الاهلي في الدقيقه 88، هيئه على احمد الشيخ بطريقه رائعه، وقدر انه يسجل اللاعب احمد الشيخ الهدف الثالث للنادي الاهلي في وقت قاتل جدا. طبعا زي ما شفتوا انتهاء مباراه الاهلي بالفوز 3-2. طبعا ان فريق الترسانه طبعا ليه احترام له. زي ما شفتوا دلوقتي مكسب النادي الاهلي كان مكسب كبير جدا ورائع جدا، ده غير ان كان في حاله ضغط كبيره جدا من نادي الترسانة. محمد الشاذلي معلق مباراه نصر الفكريه والنادي الاسماعيلي، وبقول يعني مش ليه لوحده، بس بدي الرساله دي لكل المعلقين.
ان ما ينفعش حد يهين فرق حتى لو كانت من الدرجه الثالثه. وطبعا انتهت النهارده فقرتنا التحليليه، استنوني بقى الاسبوع الجاي مع اصغر محلل كره في مصر يوسف مشهور. السلام عليكم.